عندما أتحدث مع شاب ممن يتكلم مع الفتيات واقف معهم فيقول أنا أتعامل معها كأختي ولا أنظر إليها نظرة سوء، أنتم اللي في نفوسكم ونياتكم مش سليمة، يعني أنتم نيتكم السليمة ما تفتكروش ناس وحشين زيكم، فكيف أرد على ذلك وأنصح؟ طب هو لو كانت نيته طيبة ما وقف معه، ده رد. لو كانت نيته طيبة ما وقف معه، بدليل لو أن أخته، هل يجيز لأحد أن يقف مع أخته؟ ينفع؟ لو سمع أخته مثلا كده الساعة 1 بالليل بتتصل بواد كده في تليفون وبيتشغل ولد ولد بيشغل، هيسمح لأخته بكده؟ مش هيسمح له. اشمعنى؟ اشمعنى؟ فدل ذلك على أن وقفته مع البنات إنما هي وقفة السوء والعياذ بالله.